مجدداً يرسل محتجون عراقيون برسالة معنونة لإيران، ولكنها جاءت هذه المرة مختلفة. هكذا اختار محتجون عراقيون التعبير عن سخطهم مما وصفوه بالنفوذ الإيراني المتنامي في بلدهم. غضبهم اشتعل فأحرق قنصلية إيران في النجف بالكامل، أملاً كما يقولون في أن تكون الرسالة واضحة هذه المرة. الروايات حول هذه الخطوة التصعيدية اختلفت. الحكومية منها تتحدث عن مندسين اعتدوا على قوات الأمن وتمكنوا من إضرام النيران في القنصلية، فيما رواية المحتجين هنا لها وجه آخر. هتافات تتعالى رفضاً للنفوذ الإيراني ومطالبات بالخروج من العراق وإصرار على انتزاع استقلالية القرار العراقي واستعادته من قبضة المرشد الإيراني بحسب ما يقوله المحتجون هنا. تطورات المشهد العراقي كان لها تداعياتها. مصادر طبية تحدثت عن سقوط عشرات المصابين في هذه الأحداث، فيما فرضت السلطات حظر التجوال حتى إشعار آخر وقررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم، عدا عن إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلها عن بقية مناطق البلاد. الخارجية العراقية وتعليقاً على أحداث النجف أصدرت بياناً دانت فيه الاعتداء على القنصلية الإيرانية باعتباره خطوة تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى من وصفتهم بالمندسين الذين يحملون أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية. إحراق القنصلية الإيرانية جاء بعد أقل من شهر على إحراق محتجين السور الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء ورفع العلم العراقي فوق مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية رفضاً للوجود الإيراني في العراق. عليا عز الدين، الحدث.